بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده معانا ومعاكم النهارده واهل مصر. وموضوعنا النهارده هو مش موضوع هيبقى جامد، بالعكس الموضوع من الموضوعات اللي محتاجه مننا ان احنا نشغل دماغنا، ان احنا نفتح عقلنا ونفتح صدرنا كده للموضوعات اللي هنتكلم فيها النهارده، لان احنا كلنا محتاجينها، كبير وصغير محتاجها، متعلم وغير متعلم محتاجها، في ايده صنعة بحاول ان هو يبقى في ايده مهنة محتاجها، كل حد مننا انا وضيفي ممكن نكون كمان محتاجينها، اي حد في اي مكان محتاج الشغلانة او محتاج الفكر اللي احنا هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. النهاردة هنتكلم عن التنمية البشرية. طبعا احنا بنشوف كتير من الضيوف بيجي خبير تنمية بشرية بنقعد نتكلم كلام ممكن الناس ما تبقاش مهتمة قوي بالمواضيع دي، لكن يعني أرجو إن اللي بيتفرج علينا النهاردة يحاول يسمعنا شوية، بالتأكيد هيطلع منها ببعض الفايدة وبعض المعلومات. في الأول برحب بضيف وضيف حضراتكم الدكتور محمد مصطفى عامر، المحاضر الدولي وخبير التنمية البشرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. ومشرفنا ومنورنا النهاردة. ربنا يخلي حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. وأنا بتكلم عن نقول إيه التنمية البشرية أو عادة هيكلة أي شيء، يعني بيحضر في دماغي شوية أمثلة شعبية، يعني يقولوا إيه يموت المعلم ولا إيه ولا يتعلم. دي عايزة مننا إيه؟ إن إحنا يكون في تعليم مستمر، يعني إحنا دايما بنتعلم، الأيام الخبرات كل حاجة بتعلم. طب دي إزاي يعني إيه نسقط عليها في التنمية البشرية أو الاتش ار زي ما بيقولوا في أي بقى شركات؟ يعني كل الشغل الحديث دلوقتي في لازم عنصر الاتش ار ده او الهيومن ريسورسز او التنميه البشريه في اي شغل عايز يطلع نتيجه جيده. طبعا هو بالنسبه للاتش ار او بالنسبه لشغل الاتش ار سواء داخلي او خارجي كاستشارات، اعاده الهيكله ده شيء مهم جدا. خلي بالك اعاده الهيكله دي بتعمل صدمه كده للناس كتير. بالعكس ده انها شيء مش كويس او مش في صالحه. لا لا بالمره اعاده الهيكله ببساطه شديده انا بتعرف على امكانيات ومهارات كل الناس اللي عندي عشان كل واحد يتحط في المكان اللي يبقى منتج فيه اكتر، وعلشان ابقى عارف انا هعمل له تحسين وتحسين مستمر في انهي مجال عشان استفيد منه باقصى استفاده، فالمنشاه هتستفيد وهو هيستفيد، وهو ده الاصل في الاتش ار او في التدريب او في اعاده الهيكله، ان احنا يبقى عندنا القدره على التغيير. لان تعالى نتفق مع حضرتك ان مصر النهارده كلها بتتغير، ده واقع. طيب في ده واجب، اصبح واجب ان احنا لازم فندم مصر فعلا بتتغير، وما لم انا وحضرتك وغيرنا نبقى مواكبين هذا التغير يبقى هيبقى في عندي جزئين كل جزء بيتكلم بلغه مختلفه خالص. لا احنا عايزين الجزء اللي بيتغير معانا احنا، لا احنا لازم نطور نفسنا نهيئ نفسنا للتغيير عشان نقدر تبقى المنظومه متكامله في التغيير. دي حقيقه، وده دور حضرتك طبعا، دور الاعلام ودور الاسره من الاول ودور الفرد تجاه نفسه انه نفسه يغير نفسه يغير نفسه براته ويطلع كل طاقته كل ما فيه علشان بكره بتاعه. ده الاصل فيها طبعا، ده الاصل في الموضوع كله. احنا عايزين برضو نقرب الصوره للساده المشاهدين، يعني انا مثلا ممكن نسقطها على الاسره مثلا. الاسره يعني نقول لو في اسره مكونه من اب وام واولاد، تمام، بالتاكيد هما لو في البيت كل واحد بيصلح لشيء هو اللي بيعمله. جميل. يعني في مثلا انت عارف البنات في البيت بقى بيقعدوا قبل ما يتجوزوا كده بيتخانقوا، يعني دي مش عايزه تطبخ، دي عايزه مش عارف تنظف البيت، دي انت كده جاي لي على الجرح على فكره. فبالتاكيد في يعني ايه يعني الام بقى في الوقت ده او المسؤوله عن المنزل بيبقى زي الاتش ار، عارف ان البنت دي بارعه في كذا، في تمام في الاتجاه دي، ودي ما بتقبلش دي قوي بس كويسه جدا في حاجه تانية. خليني اقول لحضرتك ان الاسره هي الاساس في الموضوع ده كله. انت عارف حضرتك النشأ من سنتين لسبعه بيتكون 80% من شخصيته، من سنتين لسبعه 80% من شخصيته، من 8 ل 18 10%. فانا عندي تكوين الاسره هنا الاساسي، الملعب الرئيسي للاب والام، شغلهم الشاغل ان هو يستكشف مهارات اولاده، انه ينمي المهارات، انه يخلق لهم سله القيم اللي هيشتغل بيها العمر كله. فهنا ده بيبقى مهم قوي توزيع الادوار. وهو على فكره انا بطلع القائد
من التربية، بطلع الموهوب من التربية، بستكشف المهارات دي كلها من التربية. ازاي احمله المسؤولية، ازاي ابتدي اعلمه الكاريزما، احيانا بتبقى موجودة فطرية واحيانا تصنع. فانا ازاي لو انا عندي ابن او ابنة ما عندوش، ابتدي اعلمه ازاي يبقى عنده كاريزما، ازاي يبقى فيه امكانية التواصل، الثقة بالنفس، كل ده. ووزع الادوار في الاسرة، البنت الكبرى غير الولد الاوسط غير البنت الصغرى، ابتدي اوزع الادوار، لان انا بعمل كده بهيكل المؤسسة. لو الاسرة نجحت المجتمع كله ينجح. حضرتك هي اللبنة الرئيسية في المجتمع. تأكيد. حتى الحديث الشريف يعني قالها من 1400 سنة او اكتر من 1400 سنة، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله. يعني كل واحد له مسؤولية. تمام. يعني ما فيش حد كده يبقى مع نفسه طبعا او معتمد على غيره، لكن لازم كل واحد يشيل مسؤولية. طبعا بالتأكيد. ما هو ده اللي بيخلي نشأت فكرة القائد. القائد اللي هو عنده القدرة على تحمل المسؤولية، القدرة على مواجهة الأزمات، القدرة على اتخاذ القرار، لأن هو نجاح المجموعة كلها من نجاح القائد، ونجاح القائد من نجاح المجموعة. يعني ما فيش قائد جيد جدا وبارع وما معهوش مجموعة فاشلة. لا، لازم يبقى المجموعة جيدة جدا وهو يلقى القبول عندها علشان يقدر يبقى ناجح، يبقى قوي، يقدر ياخد القرار وقلبه جامد. ودي طبعا بتتعدد فيها المدارس جدا، لان البيئة كمان المحيطة بكل حالة مهمة جدا. خليني اسقط معك شوية بعد اذن حضرتك على منتخب مصر لكرة القدم. احنا عندنا مدير افشل قائد، المدير الفني، لانه بيتعامل بفكر مدير وتعليمات مدير، افشل صلاح كقائد نموذج رائع للقيادة. ليه؟ لأن صلاح بيتمتع بالكاريزما، التحمل المسؤولية، الإبداع، القدرة على اتخاذ القرار، بيتمتع بده كله، لكن التزم بتعليمات مدير. المدير كان انهزامي، القائد كان عنده طموح، فأفشلت المنظمة. هنا البيئة المحيطة بأي عمل أو بأي مسؤولية أو بأي قيادة، البيئة المحيطة مهمة جدا. تقبل الأفراد الفريق بتاع القائد ده مهم جدا. تنمية وتنمية القائد وتنمية المجموعة ده مهم جدا. طب ده يخلينا بقى، يعني بما اننا اتكلمنا عن الموضوع ده، احنا بنشوف يعني حاجات كتيرة قوي القيادة بتيجي بالأقدمية، وده لحسابات كتيرة جدا، وخاصة ان احنا عندنا في ثقافتنا يعني ايه فيها الحتة بقى بتاعة العشم المحسوبية شوية، يعني ايه ما فيهاش الحاجة اللي بتبقى فير قوي او بتبقى عادلة قوي، ان انا بختار سي من الناس ده عشان هو كفء او عشان هو كويس في المكان. طيب اقول لحضرتك، يعني لما نقول محسوبية والعشم لا، ما ينفعش اقول الكلام ده في 2018. لازم للأسف انها لسه لازم نتخلص. يعني انا لو حضرتك مثلا، انت مثلا في موقع ما، تمام، وانا ابن الحي بتاعك او ابن القرية بتاعتك، تمام، وجاي اوسطك عشان ابني، فانت حضرتك وابني ده مثلا ما ينفعش، في اكتر حسن افضل منه، في افضل بكتير، هتلاقي في افضل منه بكتير. فانت لو رفضت فانت بقى خلاص، لا بتصون العيش والملح ولا، وخلاص والكرسي غيرك، ومش يعني تعرف بيطلع لك بقى حاجات عشان انت بس ايه بتحاول انت تنجح المنشأة بتاعتك او المؤسسة بتاعتك، ورفضت ان حد يكون قريبك او معرفتك. يعني اتصور ان احنا لازم نغير هذه المفاهيم، وده دور حضرتك في الاعلام، ودور المدرسه، ودور البيئه كلها، دور الفكر العام. احنا محتاجين نغير ادراك كامل فندم، ودي مسؤوليه بجد، مسؤوليه دور العباده والاسره والاعلام ووزاره الثقافه. لازم نتعامل، لا، النجاح نجاح المؤسسه افضل ما يتقال عني ان انا انسان مجامل. حضرتك لما تحمل مسؤوليه مؤسسه وتحمل مسؤوليه قياده او تحمل مسؤوليه اداره، لا، يبقى هنا انا نجاح المؤسسه اولى من التبعيه. لا، وكمان انا يعني ايه اللي بيبقى قائد او مدير للمكان، الناس اللي تحتيه هم اللي بينجحوه، يعني طبعا هو مش بينجح طبعاً بنفسه او طبعاً بشخصه. ده هو لازم يفعل فيهم طاقات ويستفزهم ويحفزهم لانهم يطلعوا افضل ما عندهم. فانا هجيب عنصر فاشل وياخد من حصة ناس كتير مجيدين، لا، بالتأكيد ده بالعكس، ده بيصيب بقى المجيدين في الوقت بالأحباط. بالاحباط بالتأكيد. لا، انا اللي بحط، يعني انت عارف ايه، بدق مسامير الفشل بالنسبة للمنظومة بتاعتي. لكن لازم يبقى عندي حاجة البديل ايه
المعياريه، انا عندي مجموعه نقاط اللي تتوفر فيه ياخد المنصب حضرتك، وليس بالاقدميه فقط ابقى مدير، وليس بالاقدميه فقط اخد منصب، شويه معايير يبقى عندي. هو ابقى كابتن الفريق مثلا. المعايير يا فندم، المعايير بتاعتي واخد بال حضرتك، هو ده اللي تنطبق عليه المعايير يتفضل يتحمل المسؤوليه. وده على فكره دول قعدت الهيكله بقى، وده احنا نقعد ندخل نعمل تحليل وظيفي ونعمل التوصيف الوظيفي، نعمل ده كله، هو ده اللي بيأهلنا ان احنا ننجح منشاه. في منشاه ممكن تكون بتربح بتكسب بتحقق مكاسب، لكن لما تشتغل صح باسلوب علمي لا تحقق مكاسب افضل. وفي منشاه ممكن تكون بتخسر، ولو عملنا لها اعاده هيكله لا تحقق ارباح اكتر. يبقى هنا القضيه كلها اسلوب علمي، ازاي نعمل باسلوب علمي كل شغلنا ببساطه شديده بوفق منهجيه، ويبقى في حاجه اسمها الجداره، مين اولى بهذه الجداره اللي بيتمتع بقى ايه بالمهاره. طبعا مفيش قائد ما عندوش خبره وعلم، لازم العلم والخبره، لازم الفريق بتاعي يبقى حاسس ان انا املك من العلم والخبره اللي يخليني اقول. والعلم حضرتك في كل حاجه يعني، حتى لو منشاه صغيره محل طبعا يعني اي حاجه واجب فيها الموضوع ده في كل المستويات حضرتك، من اصغر منشاه لاكبر منشاه. هو اختيار اسلوب القياده هو اللي مرتبط باسلوب المنشاه نفسها او بطبيعه المنشاه. يعني لما نقول مثلا القياده الدكتاتوريه تبقى منشاه عسكريه، لان انا في منطقه حرب مش هقعد اناقش، انا محدد اهداف. الثواني بتفرق، انا محدد اهداف، فهو بيقاتل من اجل تحقيق الهدف حضرتك. فهنا قيادة الدكتاتورية لازم تبقى موجودة، لكن أنا عندي قيادة بالعلاقات الإنسانية، ده موضوع تاني. لما أكون في مشروع وعايز أوصل لهم أفكاري، أحكي لهم على الأهداف، أحمسهم، يبقى هدف المنشأة هدف شخصي بالنسبة له. لما بعمل ده حضرتك لا، المنظومة كلها بتنجح بالنسبة لي. فاختيار نمط أو أسلوب القيادة مرتبط بالبيئة ومرتبط بالمشروع نفسه يعني. طيب أنا بس عايز نتكلم بقى، إحنا يمكن فتحنا المواضيع كلها، عايز بقى نجيبها بالشكل العلمي، ازاي بقى من اول ما يبقى عندي نشأة صغير تمام، من سن زيرو تمام، سن 8 زي ما قلت لحضرتك، ازاي بقى ابتدي ان انا يعني ايه الله عليك انشئ جيل جديد، اولا قابل ان هو يتغير، وقابل ان هو يبقى عنده فكره الاتش ار. يعني ايه الاتش ار ده، او الهيومن ريسورس او التنميه البشريه، ده مش جاي يأذيه، لا ده جاي ان هو يحطه في المكان الامثل بالنسبه له. بداية الأسرة، من بداية النشأة، من أول سنتين لـ8، أنا عايز أعلمه شوية مهارات، عايز أعلمه الاعتماد على النفس، عايز أعمله التحمل المسؤولية، عايز أحمله مسؤولية اتخاذ القرار، وده بسيط جدا. مع النفس طفل، مع النفس ما عملوش قهر، ما حسسوش ان انا بابا او ماما انا السلطة الوحيدة، لا انت ممكن تبقى سلطة في الخلية بتاعتك، انت ممكن تتقبل الآخر. كل ده انا بنميه وبأسسه وبستكشف مهاراته. انا كل دور الاسره الرائع في الفتره دي انها تستكشف مهاراته، هو بيحب ايه. بتلاقي اسره حضرتك كل همها ان ابنها يلعب كاراتيه، وهو ما هوش بتاع كاراتيه، هو عايز يعزف مزيكا واخد بال حضرتك. هم بقى مودينه النادي ومرجعينه من النادي عشان يلعب كاراتيه، وما بيصدق انه يقلع البدله بتاعه الكاراتيه واخد بال حضرتك. هم ما عرفوش هو عايز ايه، ايه اللي ناجح فيه او ايه اللي هو بيحبه عشان ارفعه فيه. ده مهم جدا، وده محتاج وعي من الاباء والامهات طبعا بدرجه عاليه جدا، ان انا دوري كأسرة مش ان انا اكل والبس وادلع وبس، لا انا ببني انسان، انا ببني انسان بتحمل مسؤوليه قراراته العمر كله، لان انا اللي عملت ده، انا اللي ممكن باسلوبي اخلي الابن يطلع متواكل ما بيعملش حاجه خالص. وعلى فكره كل الالعاب الالكترونيه بتخلي الطفل متواكل، لانه بضغطة زرار بيوصل لنتائج، فما بتديلوش الفرصة ان هو يشغل دماغه. فلا انا في عندنا حاجات كتير جدا، ومش عيب ان الاب والام بيروحوا مراكز تدريب ويتعمل لهم اعادة تأهيل او توعية او ادراك، ننمي مداركنا. سعادة الباشا احنا محصورين في سلسلة من الموروث اللي ساعات بيكبلنا، دي حقيقة. يعني مثلا لما تقول لي إيه امشي سنة ولا تعدي أنا، ده إيه الفكر ده؟ ولا تخطي أنا ده إيه الفكر ده؟ بدل ما تقول لي امشي سنة ولا تعدي أنا، علمني العوم عشان أعدي، واخد بال حضرتك، اعمل لي كوبري في 4 أيام وخليني أعدي، ما تخلينيش امشي سنة. فإحنا ساعات الأسر بالنسبة لنا بتعمل لنا الموروث ده وإحنا بنتوارثه، لا إحنا محتاجين تغيير إدراك، تغيير مفاهيم، ودي مسؤوليتنا كلنا حضرتك، عشان الأسرة تبتدي تربي لي الطفل من 2 لـ7، من 8
ل 18، لا انا ببتدي خلاص احطه في القوالب بتاعته الصحيحه، ببتدي اكبر معاه سنه بسنه لحد ما يتحمل قياده اسره. يمكن انا متخصص في الاداره الماليه شويه، لا في عندنا بنعمل اكسرسايز ان انا اعمل الابن المدير المالي. يعني ايه الابن المدير المالي؟ انا بمسكه المصروف 3 ايام، مصروف البيت امسكه له 3 ايام، ياخد القرار، ينزل يشتري، يتعلم، كل ده انا بنمي فيه روح تحمل المسؤوليه. ممكن يخفق يصرف لي مصروف البيت بتاع 3 ايام في نص ساعه، مش مشكله انه يخفق، لكن المشكله انه هو خاض التجربه. تاني اسبوع هيقدر يعمل حاجه تانيه، تالت اسبوع هيقدر يعمل حاجه تانيه. ما ربيش الابن المتواكل. يعني ما ربيش الابن اللي بيقول لي يا بابا انا عايز عجله. اوكي حبيبي، ممكن امكانياتي ما... حتى لو امكانياتي تسمح، يعني بفرض ان انا امكانياتي تسمح، بس ما علموش ان هو يطلب الطلب والبيه له ان انا بحقق له حلمه. امال انت بتعمل ايه؟ لا تعالى انا اعمل معاك حاجه حبيبي، تعالى اعمل معاك حاجه حلوه قوي. والاكسرسايز ده يمكن انا عامله مع كتير من الفرق بتاعتنا. اعمل ظرف سميه حلم عمري. يعني ايه حلم عمري يا بابا؟ يعني مش انت عايز بتحلم بعجله؟ حط جزء من مصروفك في الظرف ده، ولما تنجح انا هحط لك حلاوه النجاح. بقى عنده حاجه اسمها حلم بيتعب عليها، لما تكمل تعالى بقى لما خاله يجي يزورنا البيت ونقول له على فكره انا غدا بنتي عامله حلم عمري عشان تشتري كاميرا، ولا انا لبنى بنتي مش عارفه انا عايزه تروح تعمل عمره، سمر مش عارفه عايزه تفتح مكتبه. لو كل واحد بقى فتح الظرف بتاعه وخالهم الله ده فكره جميله، ده بيتعبوا على حلمهم. اولا عملت حاجتين، علمته ازاي يعمل اداره ماليه لنفسه، وعلمته ان مفيش حلم مجاني. الحلم المجاني افشل اجيال كتيره جدا، لكن الحلم محتاج ان انا اتعب عليه. طب يعني انا شايف ان كان في حاجات كنا بنعملها زمان، ايوه، يعني هي في موضوع التنميه البشريه كانت بتتعمل وبس ما كناش حاسين ان احنا جميل بنعمل. هل بقى مع التكنولوجي والامكانيات اللي زادت قوي بدانا نستغنى عن الحاجات دي؟ يعني اقول لحضرتك، انا فاكر الاولاد مثلا اللي كانوا في سني ما كانش في حاجه اسمها العاب اطفال، يعني طبعا يعني ما كانش في حاجه، كنا بنلجا ان احنا بنصنع الحاجه دي. تمام، يعني بنعمل احنا العربيه، بنعمل الرشاش، بنعمل المسدس، بنعمل اظن يعني كتير، يعني انا من هذا الجيل بتاع اللي كانوا بيعملوها بخطيانه الحاجه الساعه. تمام، يعني كان هم بيعملوا حاجتهم، حتى العرايس كان القطن ومش عارف والحاجات المخلفات دي، والبنات يعملوها ويرسموا لها العينين والمش عارف ايه. خليني اتفق مع حضرتك على حاجه، ان الاجيال اللي عملنا ده احنا قدرتنا على التخيل ده اعلى من الاجيال التكنولوجي. خد حضرتك، لا انا ممكن النهارده اعمل ورش بتكنولوجي برضه حضرتك، بس خليه يمارس مهارات، يعمل حاجه زي العجله، ويعمل حاجه زي العروسه، ويعمل حاجه زي اختراعات بقى، اختراعات يعمل ده. وده يمكن في جزء في الدوله مهتميه بيه اللي هو الجزء بتاع البحث العلمي، بس بيخص شريحه صغيره قوي. لا احنا عايزين ده يبقى في المدرسه، في كل مدرسه، في كل جامع ملحق، في كل جامع بيطلع من حفظ القران يطلع يروح يلعب شويه في الورشه اللي عاملينها له، يمكن يطلع ولد شاطر في حاجه، يمكن يطلع متميز في حاجه، اديله فرصه على خلقه الابداع. بالعكس ده من الموروث الجيد اللي احنا لازم نحافظ عليه. لا وفاكر كمان كان في حصاله، كان في حصاله حتى معدن كده، حتى جميلة. رديئه يعني، حتى المعدن بتاعها ما كانش حلو قوي يا سيدي، نعملها معدن حلو، بس كانت كان كله بيحوش، كان كله بيحوش. وده كان فكر، وده كان فكر حضرتك، وبيدي لحضرتك الفرصه على انك تعتمد على نفسك، بيدي الفرصه لحضرتك انك تعرف قيمه الفلوس حتى من قبل ما تشتغل. لا احنا محتاجين ان احنا نحافظ على ده، وفي اسر لحد النهارده بتحافظ على ده. انت عارف حضرتك الاسره الناجحه، الفرق ما بين الاسره الناجحه والاسره اللي مش ناجحه مش عمليه ماديه بالمره. بتلاقي اسره ناجحه لان عندها اداره جوه، اداره الاسره هي دي اللي تخلي الاسره ناجحه، مش الامكانيات الماديه اللي تخلي الاسره ناجحه. وده مهم جدا، اللي هي اداره الاسره او الاداره الماليه للاسره كمان. لا ده موضوع مهم، وده علم. انت عارف حضرتك السعاده امتى تتحقق في اسرتي او اسره حضرتك او اي حد من المشاهدين؟ لما بحقق اقصى درجه من رغباتي في ضوء امكانياتي. واخد حضرتك؟ هي دي المعادله. واخد لك الرغبات والاحتياجات ملهاش حدود. يعني انت عارف حضرتك لو ايه؟ لو حد دعك كده مصباح علاء الدين وطلع له المارد هيقول له اطلب، هيتني يطلب لحد ما المارد يقول له ابوس ايدك رجعني. الاحتياجات ملهاش حدود. لكن الامكانيات محدوده وان عظمت. يعني مهما كان امكانياتي هي لا حدود لها اول ولا اخر. فالسعاده الحقيقيه هنا في اداره
احتياجاتي قصاد الامكانيات. هو ده اللي بيعمل الاسره السعيده وهو ده اللي بيحقق الرضا على النفس، لان احنا من غير الرضا على النفس ما بنقدرش نعمل ده. طب بمناسبه كلمه الاسره السعيده، هي السعاده حد بيجي يخبط على الباب وبيمنحها لي؟ بالمره. السعاده قرار شخصي، قرار حضرتك، قرار حضرتك، قرار ابني، قرار بنتي. السعاده قرار شخصي، زي ما هو النجاح قرار شخصي. مفيش حد بيجيله النجاح علشان هو شاطر، لا، لازم هو يقرر ان هو عايز ينجح. هو شايف نفسه فين النقطه اللي جايه؟ هو شايف نفسه فين المرحله اللي بعدها؟ دكتور محمد بشوفه كتير قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، لما احنا بنيجي مثلا بيتكلموا عن الدول الاوروبيه، اليابان، فكل الناس، حتى انا قلتها يعني قبل ما اقارن يعني البلد دي بالبلد دي، تقارن بني ادم هنا بني ادم هنا، يعني شوف البني ادم هناك بيعمل ايه، حاول تعمل زيه، بالتاكيد بلدك. خليك انت ياباني. مثلا خليك انت ياباني. ايوه طبعا. لا ما هو لا ما هو في عندنا يابان في مصر برضو. دمياط يعني الدمايطة يعني بيحاولوا ان هم يستغلوا كل مهاراتهم وكل كل حاجة والوقت وكل حاجة. وبعدين نماذج غير كتيرة غير دمياط عشان ما نتحيز. لا بس ده مثلا ده نموذج جاي، نموذج ظاهر. لا هو طبعا هو ان انا استغل كل مهاراتي واستغل كل اساسي، ويبقى عندنا اسلوب علمي ونموذج علمي ومعايير علمية. خد حضرتك احنا بنتكلم في 2030، حضرتك 2030 مسؤولية، 2030 مسؤولية مش بعيد، 2030 يعني مسؤولية. الدولة كلها بتشتغل بكل قوة في اتجاه 2030، يبقى انا وحضرتك نشتغل بقوة في اتجاه 2030، وإلا في 2030 مش هيبقى لنا مكان، او ابني مش هيبقى له مكان، او بنتي مش هيبقى لها مكان. يبقى هنا انا محتاج ان انا هيئ الكل ل 2030 من النهاردة. لا كمان عايزين نقول الدول الاوروبيه اللي كتير مننا منبهر بيها، شوف الاسر هناك بتعمل ايه. طبعا هو في حاجات اخلاقيه مش هتنفع ان احنا نطبقها هنا، لكن شوف الاسر بتعمل ايه مع اولادها. يعني بيبقى لحد سن معين الولد والبنت بتعتمد على نفسها، كمان بتعتمد على نفسها في تعليمها. تمام. يعني هو بقى خلاص هو وصله لدرجه معينه، انت بقى عايز تكمل تعليم عالي، عايز تكمل يعني استاذ عند كده حسب مهاراتك. هو بيعتمد على نفسه وهو اللي بيودي نفسه في المنطقه اللي هو عايزها. يا فندم احنا لحد ثانويه عامه، ثانويه عامه ده يعني 17 سنه او 16 سنه بالنسبه لنا، انا اللي بختار له الكليه وبختار له التخصص في الكليه، وما بيبقاش عارف هو بيتخرج ليه، يعني هو مش عارف هو عايز ايه، هيعمل ايه. هو انا دخلته الكليه اللي تتناسب مع احلامي، انا عايز ابني يطلع دكتور، انا بمارس احلامي في ابني، ما هوش حلمه، هو ما عادش حلمه، هو ما هيئتوش من الاول انه يعرف مساره انه يختار، انا ما هيئتوش. وده اللي يمكن نظام التعليم اللي هيبدا من السنه الجديده ان شاء الله. هيودينا له ان الطالب يبقى طالع عارف هو عايز ايه. طيب بس التغيير في التعليم اللي احنا بصدده دلوقتي ده هيقعد 14 سنه عشان يطلع لي جيل. طب الجيل اللي طالع النهارده وبكره وبعده على مدار ال 14 سنه ده هيبقى فارق عن الجيل بعد 14 سنه. احنا مطالبين ان احنا نعمل تهيئه لدول عشان يندمجوا مع بعض، ما يبقاش في فصل ما بين نظام تعليمي ونظام تعليم. طب ما دمت حضرتك جبت نظام التعليم، تمام، يعني في كليات كتير اللي هي بقى زي كليات القمه مثلا، او كما يقال عن من وجهه نظر مين يا فندم، كما يقال عنها كليات القمه. كنا زمان بنقول خريج هندسه وخريج طب وكده، يعني هل ده يطلع اداري ناجح؟ وهل كان بيدرس الاداره في كليته؟ يعني كنا دايما بنغفل الموضوع ده في الكليه دي. يعني هو ماشي هيطلع دكتور، ويطلع دكتور كويس او طبيب كويس، طب هو هيقدر يدير بقى المنشاه اللي هو فيها، وهيقدر يدير نفسه اصلا؟ لا يمكن، لا يمكن. ما احنا عندنا نماذج كتير لعيبه حريفه جدا، بس ما كانش بيقدر يدير نفسه وخلاص وبينتهي. لا طبعا، هي الاداره علم مستقل تماما عن كل العلوم الثانيه. لا اما ان انا هيئ الدكتور ده يعمل لنفسه دورات، يعمل لنفسه تنميه، يعمل لنفسه اي حاجه بحيث انه ينفع يشتغل اداره، او ان انا هيبقى هو ناجح جدا في مجاله كطبيب، لكن المنشاه يبقى لها مدير ملم بادوات الاداره. الاداره علم مستقل بذاته وعلم من قديم الازل، واخد بال حضرتك؟ هو ده العلم الوحيد اللي بيملك مقومات النجاح.
خد حضرتك اللي هو التوظيف كل حاجه في مكانها، التخطيط، ما هو اصل الدكتور هيخطط وهيدير وهينفذ ويبقى طبيب ناجح. اتصور انه صعب انه يعمل كده. طب انت عارف انا من خلال لقاءاتي يا دكتور محمد وخصوصا في مجال الطب ده فوجئت بشيء عجيب. اتفضل اتفضل. اولا وده بيجي برضو في الهيومن ريسورس، ان الاقي مثلا طلبه الصيدله كم كبير جدا 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 ويفيض عن حاجه احتياجاتنا دلوقتي. عندنا شورت كبير جدا او نقص كبير جدا في الطب، وانت عارف ان عندنا البنات يعني ايه بيحفظوا كويس وكده، فتلاقي كليه الطب مثلا بتاع مثلا 60-70% بنات من الدفعه، واغلبهم بيقوم جاي داخل بقى على نظام تخصصات زي الجلديه ومش عارف ايه. انت عارف الموضه دلوقتي جاي في التجميل والكلام ده لانها بتجيب فلوس كويس، ونلاقي تخصصات تانية لو في بقى الولاد دخلوا فيها او الصبيان دخلوا فيها ما بيشتغلش في وزارة الصحة ويقوم جاي يشوف عقد عمل بره. فنيجي في الخدمة الطبية هنا ما نلاقيش، وخاصة ان عندنا البنات برضو لو اتجوزت خلاص بينتهي الامر بالنسبة لي. ازاي برضو من خلال التعليم ان انا بقى من اجيبها بقى يعني ان انا عايز اعمل نظام تعليمي ولاقي كوادر موجوده على الارض بتخدم الناس دي. لازم حضرتك يبقى التخطيط باين وواضح واهدافي واضحه. انا اللي هيدخل النهارده اولى ابتدائي هيتخرج بعد كام سنه، انا بعد كام سنه احتياجاتي كم طبيب وكم مهندس، عدد سكاني قد كذا، واحتياجاتي الجغرافيه كلها عايز كم طبيب كم مهندس كم فني. التعليم الفني هو الرهان الحقيقي. لما تقول لحضرتك ان هي دي كليات القمه ودول اللي بيكسبوا اكتر، لا انا عايز التعليم الفني هو اللي يكسب اكتر، ولازم اديله اشوف اعمل ايه علشان اديله الهيبه والمكانه الاجتماعيه اللي تليق بيه، لان هو الرهان الحقيقي في التعليم الفني. الرهان الحقيقي في التعليم الفني حضرتك النهارده بيتخرج دكتور ومهندس ومحاسب وصيدلي كل التخصصات دي، واخد بال حضرتك، و60% منهم ما بيلاقيش مكان مناسب يشتغل فيه وبيشتغل في حاجات فنيه. لا طب ما انا ابدا فني ومش بعد ما يتخرج من الكليه، لا انا اخد من اعدادي يا فندم، اخد من اعدادي تعليم فني حقيقي. هو ده الرهان الحقيقي بتاع مصر. طب زي ما قلت حضرتك على بال ما نظام التعليم ان انا اعمل له عمليه هيكله او اعاده هيكله، محتاج عدد من السنوات اللي اتخرجوا خلاص واللي موجودين دلوقتي. ازاي بقى ان انا اقدر اهيكلهم او اعاده هيكلتهم ان انا عشان اقدر استفيد من شكرا لحضرتك. التدريب والتدريب المستمر او التحسين والتحسين المستمر الكايزن، لازم يبقى عندي تحسين. هو متخرج، انا عندي منتج جامعي متخرج بس ما بيعرفش يشتغل، فانا لازم اخده اعلمه ازاي يشتغل وافضل اعمل له تحسين مستمر علشان يواكب ويبقى مفيد لنفسه وللمجتمع. حضرتك يعني انا لما اتخرج من عندي محاسب واقعده على مكتب ما يعرفش يشتغل محاسبه، بالاخص ان انا عندي جيل اللي قبله ما هوش عنده الكفاءه انه يدرب ويطلع محاسب بجد، واخد بال حضرتك، فهيعتمد على نفسه فمش هيعمل حاجه. لا انا عايز يبقى في رؤيه كامله للتدريب، وده يمكن الدوله متبنيه شق كبير منه، لكن حتى القطاع الخاص وحتى شركات التدريب الجاده تهتم بهذا المنتج عشان تعمل له تدريب جيد، اعاده تاهيل، اهيئه لسوق العمل. لازم اهيئ الخريج ده لسوق العمل. في واحد بيدخل يعمل انترفيو يا فندم ما هوش عارف يقدم نفسه للجنه، واخد بال حضرتك، لا انا اعمل له تهيئه لسوق العمل، انمي مهاراته واعمل له تحسين مستمر. هو ده طلع عنده مهاره في ايه، ابتدي اعمل له التحسين المستمر. هنا انا بضمن نتائج وبضمن تواصل الاجيال الفتره دي. لا اتفضل كمل. لان انا مهم عندي بالنسبه لي ان انا ما يبقاش في فجوه ما بين جيل بيتعلم من السنه اللي جايه والاجيال الحاليه دلوقتي. طيب ده برضو ده كلام حلو، لكن انا اللي شايفه ان مثلا الدوله بتكفل ان يكون في خاصه القوى العامله بيبقى عندهم مراكز للتدريب، لكن ما عندهمش المتدربين نفسهم. يعني ما فيش حد عايز مع ان هو بيوفر له كمان ان انا ممكن اوفر لك مبلغ كده كل يوم او كل شهر على الاقل مواصلات، يعني مواصلات.
ما هو يعني محتاجين احنا يمكن كان في اول كلام مع حضرتك احنا محتاجين نغير ادراك نغير مفاهيم ان الاب اللي بيعلم ابنه بس وتعبان معاه وبيصحى معاه عشان دروس الخصوصيه ويوديه ويجيبه مش القضيه انه يتخرج القضيه انه يشتغل ويبقى منتج يبقى انا عشان لو قدرت توصل له ان هي دي القضيه لا هو هيسعى ان هو ان هو يتدرب هيسعى انه ينمي مهاراته هيسعى ان هو مش حضرتك هتلاقي مش هتلاقي مراكز التدريب فاضيه لان اللي عاملين عمليه ادراك هو هل القضية بالنسبة لي ان ابني يتخرج ولا ان ابني يبقى له مستقبل ان ابني يبقى مستقبل والمستقبل مش هيجي بالشهادة بس يعني احنا نظام التعليم بتاعنا لحد النهاردة ما بيأمنش مستقبل المنتج التعليمي بالنسبة لي ما بيأمنش مستقبل لان ما بيدينيش مهارات بيديني مواد محفوظة كميات تراكمية محفوظة ما بعرفش اشتغل بيها طب انا بشوف كم كبير جدا من الخريجين مش عارف اقولها ازاي فضل. هو بياخد كورسات عمال ياخد كورسات لغه وكورسات كمبيوتر وكورسات مش عارف كذا وكورسات كذا هو مش عارف انه كورس فيهم اللي ممكن يعني هو اللي يفيده واللي كمان اللي هو يشغله في المكان اللي هو عايزه الله عليك شكرا لحضرتك السؤال ده في منتهى الاهميه ده باهميه حلقه كامله على فكره ليه بقى لان من اهم مهارات مركز التدريب او اكاديميه التدريب هي تحديد الاحتياجات التدريبيه بدل ما اضيع فلوسي على الفاضي او تحديد الاحتياجات التدريبيه انا لما يجي لي متدرب عايز دوره تواصل عايز دوره قياده عايز دوره اعمال عايز دوره حاجه انا لازم اعمل له سيرفي اعمل له استبيان اعرف هو محتاج ده فعلا ولا لا هو ده اللي هيكمل على دراساته ومهاراته الشخصيه ولا لا فتحديد الاحتياجات التدريبيه هنا ده مهم جدا بدل ما اخد دورات واقعد اصرف فلوس واجمع في شهادات ما تفيدنيش انا لازم الدوره اللي اخدها هي اللي تفيدني تنمي لي مهاراتي تهيئني لسوق العمل يعني لو حضرتك كنت لسه بتضرب مثلا بدمياط يبقى انا لو انمي مهاراتي لو انا من دمياط انمي مهاراتي تخدم سوق دمياط لو انا من الغربيه انمي مهاراتي لسوق العمل اللي انا فيه اللي هو المتاح سوق العمل المتاح إيه انا يمكن هذكر لحضرتك موقف حصل معايا إيه وانا راكب مع سواق تاكسي فبص لي قال لي كده انت من جيل تقريبا من جيل قلت له اتفضل قال لي شوف يا باشمهندس هو اول ما قال لي باشمهندس انا حسيت ان دخلت في ايه في الفوضى بتاع الشهادات اللي احنا فيها فقال لي شوف يا باشمهندس انا من الجيل بتاع حسنين ومحمدين وتحديد النسل واتفقت مع مراتي وجبت عيلين اتنين وتعبت عليهم واشتغلت على عربيات نقل واحد دلوقتي معاه هندسه نوويه وواحد معاه مش عارف تخصص تاني ولحد دلوقتي ما اشتغلوش انا غلطان ان انا سمعت كلام الاعلام وسمعت كلام الناس قلت له لا قال لي مراتي غلطانه انها سمعت كلامي وما خلفتش الا عيلين قلت له لا قال لي امال مين اللي غلطان صدقني انا ما عرفش ارد عليه لان الرد عليه مشوار طويل قوي هو انت دخلته هندسه نوويه ليه احنا ما عندناش اصلا ولا ما عنديش في الوقت ده ما كانش عندي في الوقت ده هندسه نوويه ما هو لازم يطلع ما يشتغلش خد حضرتك التاني كان خريج جيولوجي والاتنين اتخرجوا صرف عليهم دم قلبه والاتنين اتخرجوا يبقى هنا تحديد الاحتياجات كان مهم جدا وهو بيوجههم البيئه عندي محتاجه ايه القضيه قضيه الدكتور فلان والمهندسه فلانه ولا قضيه انه يطلع يشتغل مفيد ويبقى منتج احنا ما عندناش بطاله احنا عندنا عطاله يا فندم احنا عندنا عطاله ما عندناش بطاله احنا عندنا ناس كتير قوي شباب كتير جدا وما بيشتغلش ما هوش منتج والقطاع الاداري قاعد في الشغل ما هوش منتج وقطاعات الانتاج مش لاقي عمل حضرتك يبقى لا العمليه عايزه اعاده صياغه كامله نغير مفاهيم نغير ادراك نشتغل باسلوب علمي كامل يبقى عندي معايير لكل شيء هو ده اللي يقدر يفيدنا بالتاكيد نروح بقى للحاجه اللي هي بقى اللي ايه زي ما قلنا اتكلمنا عنها الاول في الموضوع المنتخب ازاي ان انا اطلع من عندي قاده وهل في فرق من ان انا بأدير وان انا ابقى قائد طبعا ولا القائد مدير والمدير مش قائد يعني ايه لا طبعا هو فرق كبير بين المدير والقائد وفي مدير ناجح وفي قائد ناجح والانجح منهم المدير القائد القائد هو توصيفه بالظبط هو واحد عنده مهارات وخبرات يؤثر في الاخرين لتحقيق الاهداف وده اختيار وقبول من الفريق لكن المدير هو ضمن هيكل تنظيمي في المؤسسة بيلتزم بالتعليمات بيحقق نجاحه من تنفيذ اللوائح والاجراءات سلسلة الاجراءات في المنشأة يبقى هنا عندي
القدرة المدير على الإبداع تكاد تكون مش موجودة. لأن هو شغل على مانيوال أو شغله في لوائح وإجراءات، هو بيبذل مجهود، هو رائع، هو ناجح لأنه بيحقق أهداف اللي مكتوبة له، لكن القائد بيحقق الأهداف بطرق إبداعية، عنده القدرة على الإبداع، عنده القدرة على إدارة فريق إنه يفجر طاقاتهم وإبداعهم علشان يوصلوا لنتائج مبهرة. هو عنده القدرة على ان هو يشعل حماسهم دائما لدرجة ان هم كل ما يعملوا حاجة يسلموا على بعض ويحضروا بعض ان هم حققوا هدف. غير المدير، هو بيحقق الهدف بيجي اخر السنة بيصرف حوافز، بيصرف خلاص، او عنده ثواب وعقاب. القائد لا، دايما عنده القدرة على اشعال الفريق بتاعه، وعنده القدرة على القيادة، كاريزما القيادة. في طبعا القيادة بالكاريزما، ان هو عنده كاريزما القيادة، بس هو كمان لازم مطالب انه يعمل لنفسه التطوير المستمر عشان يفضل مال يعنيهم، لان هو بالنسبة لهم غير انه قائد هو قدر. يملى عليهم بايه بقى؟ بمهارته، بمهاراته، بقدرته على حل المشاكل، على ان هو يبقى ايجابي ما يتخزلش، ان في المواقف الصعبه يلاقوه، ان ما يقولش اصل انت اللي قصرت ويرمي اللوم على الاخرين. لو حد غلط نبقى كلنا غلطنا، لما ننجح نبقى كلنا نجحنا. ده القائد. ولو المدير تحلى بصفات القائد، هو ده قمه النجاح حضرتك. طب انا ازاي اصنع قائد؟ لا، ده احنا مشوار صناعة القائد حضرتك مشوار طويل، محتاج اعداد، محتاج اختيار، محتاج تنمية مهارات في كل الاتجاهات. طب احنا كان زمان عندنا الكشافة والحاجات دي، يعني ما هو اختفت بشكل كبير. اختفت طبعا، وطلع مراكز، وطلع مراكز اعداد القادة اشتغلت بعض الوقت، لكن الموضوع موضوع ثقافة فعلا. احنا محتاجين وزارة الثقافة اكتر، احنا محتاجين وزارة الثقافة عشان نطلع قادة بجد. محتاجين الثقافة والشباب والرياضة والمدارس وكل كل الجهات تشتغل عشان تطلع قيادة. وخلي بقى لحضرتك، انا مطالب ان انا ادور في الصف الثاني والصف الثالث، لان ممكن يطلع لي في الصف الثالث حد يتفوق على الصف الثاني. تبقى قدرتي على الرؤية مفتوحة ان انا اقدر اصحح قائد، لان لازم اطلع الصف الثاني يبقى مهيئ لتحمل المسؤولية. فهنا صناعة قائد بقى، مش صناعة مدير. لأن أنا عايز أعمل قادة تتحمل المسؤولية ويبقى عندها القدرة على الإبداع. الإدارة النمطية ما بتعملش تطوير، بنفضل واقفين مكاننا. الإدارة بالإبداع هي اللي بتخلينا نعمل قفزات. قبل حضرتك، يعني القرار الاستثنائي اللي بياخده قائد في لحظة من اللحظات هو اللي بيعمل نقلة نوعية للمنشأة، للأسرة، لنفسه، حضرتك. فهنا القيادة هلأ الموضوع. طب قبل ما وقتنا، للأسف لأن وقتنا خلاص، يعني النواحي الاجتماعية بقى. هو طبعا القائد أو هنقول المدير خلاص هو معتمد على اللوائح والقوانين، بيطبقها وبيوصل لنتائج وأهداف هو عايز يوصل لها. بالنسبة للقائد بقى، بالتأكيد النواحي الاجتماعية والإنسانية فيه كمان دي بتدخل في الشغل. ده يمكن المعول الرئيسي بالنسبة له، هو يبقى قريب من كل الأشخاص ويشعر، هو مسؤول عنه، ويشعر كل الأشخاص بالمسؤولية والحماية والقدرة على تحقيق رغبات الأفراد بتوع الفريق بتاعه، علشان هم كمان يبقوا عندهم نفس الإحساس التبادلي إن هم هيحققوا أهدافه. لأ، العلاقات الإنسانية بالنسبة للقائد لا، شيء مهم جدا. القضية بالنسبة له ما هيش ثواب وعقاب، لا، أكتر ما هي قضية اهتمام، إن هو مهتم بيهم، إن هو زيه زيهم، هو لا يتميز عنهم. القائد الناجح ما يبانش في وسط المجموعة إن هو ده القائد. لو حضرتك جاي بتتفرج عليه من بره ما تحسش إن هو إن في قائد. القائد الناجح ما يبانش إن هناك قيادة، هم بس اللي يستشعروها لما يلاقوا إيده سابقة إيديهم، لما يلاقوه في واجب اجتماعي هو واقف الأول، لما يلاقوه في كل حاجة هو بيقدم نفسه، لما يلاقوه في وقت الأزمة هو اللي بيتحمل المسؤولية. طب آخر سؤال بقى بالنسبة للقائد. القائد مهمته إن هو يجعل قائد تاني أو نائب لي. طبعا لازم يخلق، لأن هو ممكن في لحظة إنه مش موجود لسبب بقى ترقى، راح في حتة، حصل له أي حاجة. من علامات نجاح القائد حتى لما بنيجي نعمل استبيان، هو بيهيئ كام قائد تحته الفريق، حتى لو ما قالش عليهم، بس هو بيهيئهم، هو بيهيئهم، واخد بال حضرتك؟ يعني هو ما بيقولوش انت هتبقى قائد، لكن هو بيهيئه ويعمل له تفويض، يفوضه ان هو ياخد قرار، يفوضه ان هو ياخد مجموعه ويشتغل بيها. لا طبعا، نجاح القائد بان هو بيخلق كام واحد في الصف الثاني. اخر حاجه بقى، في اخر سؤال، ازاي بقى يعني ايه الكلام اللي احنا قلناه ده كله نحاول نطبقه؟ الناس تدور على مين وعلى ايه عشان تحاول انها تهيئ نفسها او
تهيكل نفسها بدل ما يجي لحد اللي يهيكل. بكل بساطة ومن قلبي ان كل واحد يكتشف مهاراته الشخصية. كلنا مليانين طاقات وكلنا مليانين إيجابية. لازم نتمسك بالإيجابية. الانهزامية لا, لا 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 لازم نتمسك بالإيجابية اللي جوانا وطلع كل طاقاتي، لأن أنا اللي بملك لوحدي كل مقومات النجاح. أنا شاكر جدا لك يا دكتور النهاردة الدقائق الجميلة اللي أنا قضيتها مع حضرتك النهاردة، وأتمنى أن كلامنا يكون لي قبول عند الناس اللي النهاردة. وتوجه بالشكر للدكتور محمد مصطفى عامر المحاضر الدولي وخبير التنمية البشرية. شاكر لحضرتك جدا. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أهل مصر. بشكر حضراتكم وعلى وعد بلقاء قريب إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.